4 pointed charges are placed on the xy plane as shown. Calculate the net force acting on Q2. ومديني Q1 وQ2 الاثنين موجبين يعني بينهم تنافر، فالF1 تكون كده وQ3 سالبة، فكمان الF نتيجة 3 تكون يمين لأن الاثنين دول بينهم تجاذب. Q1 وQ2 تنافر، فادي الF1 Q3 مع 2 عكس بعض فأتراكشن كده. Q4 سالبة مع Q2 موجبة، فيبقى في عندنا فورس الفوق F4. محتاجين نحسب كل F طبعا بتساوي K Q1 Q2، مش مهم الإشارات، حددنا الاتجاهات على الآر تربيع. وبالتالي ال FX على بعض بتساوي ايه؟ F1 زائد F2 K Q1 اللي هي 2 مايكرو، وQ2 برضو 2 مايكرو، المسافة اللي بينهم 0.3 تربيع زائد كي، 1 2 مع 3 2 مايكرو في 3 اللي هي برضو 2 على برضو نفس الشيء 0.3 تربيع، دول اتجمعوا على بعض. بالنسبة لF4 هتساوي كي 2 مايكرو ضرب 8، والمسافة 0.6 هتساوي قيمة. طيب اذا الاف كماجنتيود، القدر التربيعي ده اف واي احسن اللي هي F4، اف اكس تربيع زائد اف واي تربيع، وادي الثيتا نحسبها بعد شوية. طيب نقول كده الاتنين دول زي بعض، فممكن اضرب في 2 يبقى 9 10 9 ضرب 2 عشان نخلص منها، في 4 10 سالب 12 تقسيم 0.3 تربيع، طلعت 0.8 نيوتن. هنا 9 10 9 في 16 10 سالب 12 تقسيم 0.6 تربيع 0.4 نيوتن. حطهم تحت الجذر التربيعي 0.4 مع 0.8 يديني النت 0.894، وطبعا ده ربع اول، ان موجب مع موجب، موجب 0.8 مع موجب 0.4 يبقى ده الثيتا، شيفت تان الرأس اللي هو 0.4 على الأفق اللي هو 0.8 شيفت تان نص 26.6. يبقى القيمة والزاوية تمثل الفورس كده على بعض. If the y component of the net electric field at point P is 0 هنا Q1 negative find the value of Q2. مبدئيا كده Q1 بيقول لي نيجاتيف، فالإلكتريك فيلد رايح عليه، Q2 لازم تبقى لفوق، يبقى ده الـ E2 وده الـ E1. بيقول لي الواي بصفر، ده يتحل الواي يكنسل الـ E2، يعني عايز يقول لي ان الـ E2 ماينس E1 لما حللها رأس يعني 0.4 على الوتر اللي هو 0.5، لان 0.3 0.4 يبقى 0.5 يساوي صفر. وبالتالي اذا لو نقول كده E2 يساوي E1 في 0.4 على 0.5. مبدئيا طالما ده سالب يبقى ده Q2 is positive. تعالوا نحسب كي الاي 2 عبارة عن Q2 على 0.4 تربيع، والاي 1 عبارة عن كي Q1 اللي هي 4 مايكرو يعني 4 × 10 سالب 6 على المسافة بتاعتها 0.5 تربيع، وكمان 0.4 على 0.5 عشان التحليل.
اذا ال Q2 بتساوي كده ماكرو كولوم. لو نشطب K مع K يبقى 4 × 10 − 6 بوينت 4 على بوينت 5 تكعيب ضرب بوينت 4 تربيع، طلع 2.05 ماكرو كولوم. Infinitely long parallel lines carry linear charge densities lambda equals minus 5 nanocoulomb per meter ولمدة 5 nanocoulomb per meter as shown. What is the initial acceleration at point A؟ بوينت تشارج Q بتساوي minus 3 micro والماس 4 جرام. When it is released from rest at point A، يبقى بوينت A دي عندها تشارج شحنتها معروفة وكتلتها معروفة. لو عرفنا الـ E نضربه في الـ Q ده فورس، نقسمه على الماس يدينا الأكسلريشن. يبقى الـ E نت عندنا ده سالب، فالـ E واحد يسار وده موجب، فالـ E اتنين برضو يسار، هيبقى لمدة واحد على اتنين باي ابسلون ار واحد زائد لمدة تو، والاتنين طبعا في اتجاههم كده يسار، اتنين باي لمدة ابسلون لمدة ار تو. يبقى لمدة واحد تديني الكتريك فيلد يسار، ولمدة اتنين تديني برضو الكتريك فيلد يسار، والاتنين يتجمعوا مع بعض هنا 5 × 10 − 9 يعني يهمني الماجنتيود نفس الشيء 5 × 10 − 6 لان خلاص احنا حددنا الاتجاه يسار، هنا بوينت 1 وهنا الباقي بوينت 4. نانو يعني 9، يبقى 5 × 10 − 9 تقسيم 2 باي 8.8514 − 12 تقسيم بوينت 1 زائد 5 × 10 − 9 تقسيم 2 باي والإبسلون نوت وكمان بوينت 4 كله على بعضه 1 1 2 3 نيوتن على الكولوم يسار. الفورس الالكتريك فورس بتساوي E في Q وكمان بتساوي ال M في ال A. ال E اهي وال Q قال لي 3 × 10 − 6 برضو يهمني الماجنتيود، والماس قال لي 0.004 اذا ال A هضرب ده 3 × 10 − 6 واقسمه بوينت دبل او 4 يديني ال A 0.843 متر بير سكند تربيع. طب ماشي ازاي؟ هي دي شحنة سالبة، لو موجبة كانت مشيت مع الالكتريك فيلد، سالبة تمشي العكس فهتكون يمين. A uniformly charged rod is placed along the x axis as shown. If the net electric field at point O is مدهوني 45 نيوتن بير كولوم في اتجاه ال I يعني موجب، determine the uniform linear charge density lambda. مبدئيا طالما هو رايح يمين يبقى لازم شحنة ال E اتجاهها كده is negative. مبدئيا نقول بقى ناخد شريحة مقدارها دي اكس مشهور الموضوع ده على بعد اكس، واقول ان ال اي بتكلم على ماجنتيودز كي في اللمدة دي اكس اللي هي الشحنة يعني على الاكس تربيع. اذا ال اي كماجنتيود بتساوي كي
في لمدة مطلوبة تكامل الدي اكس على الاكس تربيع من بوينت 2 لبوينت 0، يعني هيساوي 9 × 10 أس 9 لمدة. طبعا اكس تربيع تكاملها ماينس 1 على اكس، يبقى ماينس 1 على اكس من بوينت 2 لبوينت 0. الاي بكام؟ قيمتها 45، يساوي 9 × 10 أس 9 لمدة. طالما ماينس يبقى قول 1 على بوينت 2، يعني هو المفروض ماينس 1 على بوينت 7 ماينس ماينس ناقص 1 على بوينت 7. اذا اللمدة، وده شحنة خطية، يبقى نيوتن على المتر. تعالوا نحسب 45 × 9 × 10 تقسيم 1 على بوينت 2 ناقص 1 على بوينت 0، طلع الرقم 1.4 × 10 − 9 نيوتن بير كولوم. ولازم اقول ان هي نيجاتيف، هحط نيجاتيف، احنا عارفين ان هي نيجاتيف، بس يعني اكد المعلومة. An electron is projected into a uniform electric field between two parallel plates. The electron enters the field midway between the plates with a horizontal velocity of 3 × 10⁻⁶ and it just misses the upper plate as it leaves the field as shown. طبعا الالكترون يمشي عكس اتجاه الالكتريك فيلد، لو بروتون كان نزل لتحت الالكترون طلع لفوق، فمشي 4 سنتيمتر وطلع من هنا، المسافة دي نص الواحد يعني نص سنتيمتر. بيقول determine the value of uniform electric field between the plates. معادلات الحركة بتقول ان مشي المسافة دي بالسرعة دي اقدر احسب الزمن، يعني من دلتا اكس في نوت اكس تي، فعندي دلتا اكس اللي هي 4 سنتيمتر، عندي الفي نوت اكس اللي هي 3 × 10⁶، اذا التي اقدر احسبه بالثواني. طالما عرفت الزمن اللي صعده من هنا لغايه هنا اللي هي نص سنتيمتر، اقدر اعرف الاكسلريشن، هي الدلتا واي بتساوي الفي نوت واي تي مع نص اي تي تربيع. احنا عارفين ان دي نص سنتيمتر يعني في 10√2، وهو مفيش واي في البداية، سرعة واي التي اهي، خلينا نقول نربعها. اذا الاي اقدر اجيبها بالمتر بير سكند سكوير. ليه عايزين نجيب الاي؟ لان الاف اللي هي بتساوي ام في الاي نفسها بتساوي الاي في الكيو، وده الكترون، فالشحنة دي 1.6 × 10⁻¹. نحط السالب، احنا عايزين القيمة دي determine the value of uniform electric field اللي هو لتحت مجهول، الاي اهي، والام بتاعت الالكترون لسه 9.1 × 10⁻³. اذا الاي بتساوي كده نيوتن بير كولوم، واتجاهه لتحت زي ما هو مرسوم. يبقى احنا من الاكس نقدر نجيب الزمن اللي هو 0.04 تقسيم 3 × 10⁶، فطلع 1√3 × 10⁻¹ الرقم ده لو ربعته وضربته في نص يديني رقم، اقسم ده نص في 10√2 تقسيم الانسر، يديني الاكسلريشن اللي هي 5.625 × 10⁻³. الرقم ده اضربه في الماس اللي هي 9.11 × 31 واقسمه على الشحنة،
فطلع 320 تقريبا نيوتن بالكولوم. المسألة طبعا موجودة في الكتاب، كتاب الفيزيكس إصدار 14 في شابتر 21، نفسها محلولة في الماسترينج. In a region of space, the electric field is given by E of x equals 100 minus 200 x newton per coulomb. في اتجاه الـ I، calculate the electric flux through the cubic box if side A equals 0.6. كله في اتجاه الـ I، يعني في الاتجاه ده. في الجانب الأيسر هيكون 100 ناقص صفر، يعني 100 في الاتجاه الموجب، 100 نيوتن بالكولوم. فعمودي على السطح اللي هو، خلينا نقول ده. طب وهنا هيكون 100 ناقص 200 في 0.6، المسافة دي 0.6، يعني 100 ناقص 120 يبقى ناقص 20، هيبقى رايح كده 20 نيوتن على الكولوم على الوجه المقابل. يبقى الالكتريك فلكس هيكون في الحالتين داخل، يعني سالب. طبعا الزاوية 180، ده رايح يمين، والاي عمودي على السطح البره، هنا رايح يسار والاي عمودي كده. فالزاوية 180 درجة في الحالتين. احنا عارفين ان الفلكس بيساوي الاي اي كوساين الثيتا. الاي الاولاني 100 والاريا 0.6 تربيع كوساين 180، 20.6 سكوير كوساين 180 يساوي، اضرب 120 في 0.6 تربيع في سالب واحد اللي هو كوساين 180، ماينس 43.2 نيوتن متر تربيع بير كولوم. Two conducting concentric spherical surfaces of radii A equals 4 cm, 6 cm have equal electric charges. يعني واحد عليه Q، تاني عليه Q. Will the electric field at a distance of 5 cm from their common center is 1000 newton per coulomb. يعني هنا كده ال E على السطح ده مدهوني بألف نيوتن على الكولوم. Find the magnitude of the net electric field at a distance 8 cm from the center. يعني عايز هنا كده اهو ال E اخبارها ايه. اذا ده موجب يبقى ده موجب برضو، بس بيسألني على ده. هنا 5 سنتيمتر، هنا 8 سنتيمتر. احنا عارفين في مكان جواه الشحنة اللي هي كيو، نقدر نحدد الكيو. هنا يبقى عندنا 2 كيو جوه الإيماجينري سيرفيس اللي هنعمله، وسطح كروي. الأول نقول كده ال E A كوساين فاي أو ثيتا بتساوي كيو انكلوزد على الإبسلون نوت، هنا بواحد، ال E بألف، سطح الكرة اللي على 5 سنتيمتر يبقى 4 × 0.05 تربيع، ده بواحد يساوي كيو على الإبسلون نوت اللي هي 8 × 10^-12. إذا الشحنة الواحدة، تعالوا نحسبها، 1000 × 4 × 0.05 تربيع إبسلون، إداني الكيو 2 × 7/8 × 10^-10 كولوم. إذا مرة تاني لو سمينا ده E1 هيبقى E2،
a cosine theta. المرة دي هتساوي 2 q على epsilon نوت. لازم نحسب الـ a2 اللي على بعد 8 سنتيمتر، الـ qa والـ epsilon نوت معروف. إذا الـ a2 بتساوي يطلع طبعا، لا كنت عايز أقول طبعا أقل لأني أبعد، بس هو في q زادت فمش عارفين إذا كان هيطلع في q زادت ولكن المسافة زادت برضه. الكيو ده اضربه في 2 واقسمه على 10 سالب 12 واقسمه على 4 باي اكس تربيع، طلع 781 فقل، مع ان الشحنة زادت بس المسافة بتتربع فتأثيرها كان اقوى، المسافة تيجي هنا تربيع، طلع 781 نيوتن بير كولوم. An infinitely long solid cylinder of radius a equals 20 cm has volume charge rho 50 nanocoulomb per meter cubed and coaxial infinite cylinder of radius b 30 cm has net surface charge density sigma 5 nanocoulomb per meter square. We calculate the magnitude of the net electric field at radial distance 50 cm. براهم يعني هنا كده، فبالرغم يعني اخد imaginary cylindrical surface نفس الاكسس والار بخمسين، شوف كل الشحنة اللي جوه ايه، والكيو انكلوزد بتساوي اللي جوه دي عبارة عن اسطوانة مصمطة، فنقول باي ار تربيع الرو، واللي بره عبارة عن شحنة سطحية يبقى 2 باي ار ال سيجما. معنى كده طبعا ده انفينيت فهنسيبه ال الار بوينت 2 تربيع للاسطوانة المصمطة، وهنا بوينت 3 السيجما 5 نانو كولوم برميتر تربيع، الرو 50 نانو كولوم متر تكعيب. يبقى اقول باي بوينت 2 تربيع 50 نانو زائد 50 في بوينت، لا مش 50، زائد 2 باي في بوينت 3 في 5، فطلع الناتج 5 باي في 10 أس سالب 9 لأنها نانو كولوم. الـ EA كوساين ثيتا بتساوي الـ Q enclosed على الـ Epsilon نوت. الـ E مطلوبة، الـ A 2 باي R L، هنا في L طبعا اللي كانت مشترك سايبها زي ما هي، وده بواحد 2 باي نص 2 باي ار في ال يساوي 5 باي 10 سالب 9 ال، دي الشحنة على الابسلون، 2 باي هنا كان فكر 2 باي، لا هي 5 2 باي مع باي بس الاثنين موجود، يبقى بس الباي راحت مع الباي والال راحت مع الال والاي لسه موجودة طبعا اللي هي المجهول. اذا الاي بتساوي نحسب كده 5 10 سالب 9 على 8.8 5 4 10 سالب 12 على 2 في نص بواحد بس، يبقى خلاص مش حاجة، يبقى 5 6 5 نيوتن على الكل. واحنا في البداية حسبنا كل الشحنة المحصورة داخل الإماجنري سلندريكال سيرفيس اللي هي
اسطوانة مصمتة فباي ار تربيع ال، ده الحجم الحتة دي فوليوم. فرو فاداني الشحنة الكلية، وهنا 2 باي ار ال ده مساحة السطح اريا في السيجما، اداني الشحنة الكلية بدلالة ال ال اللي هو انفينيت. بعدين هنا 2 باي في نص في ال، 2 باي نص ده مساحة محيط الدائرة، أو محيط الدائرة مش مساحة محيط الدائرة، في ال ال اللي هو الطول، يبقى كده مساحة سطح الأسطوانة. في ال إيه كوساين بواحد، الشحنة الداخلية على الإبسلون، الباي راحت مع الباي، ال ال انفينيت مع ال ال انفينيت راحوا مع بعض، اتبقى 2 في نص بواحد راح كله، اتبقى ال إيه الحسبة دي ادتني قيمة ال إيه. When a glass rod is rubbed with silk it becomes positively charged because يعني عندنا glass rod يبقى ده رود معمول من الجلاس وربد مع سلك، ده ربد مع ده فده صار بوزيتيف وده صار نيجاتيف. ايه اللي حصل؟ طالما صار بوزيتيف يبقى لازم في شحنات سالبه خرجت منه، ما ينفعش بروتونات تيجي عليه. الشحنات بتيجي من حركه في الرابنج، تيجي من حركه الالكترونات، يا اما تنتقل من السلك للجلاس رود فيكون سالب، او الشحنات السالبه الالكترونات تنتقل من الجلاس رود للسلك فيصير ده موجب وده سالب. فبقول ده صار موجب يبقى اكيد ده سالب. ليه؟ لان في الكترونات اتحركت من الجلاس رود للسلك. فتعالوا نشوف بيقول ايه. بيقول بروتونز ار موفينج، على طول بروتونز ار موفينج غلط، ده غلط وده غلط، يبقى لازم الالكترونات بتتحرك. منين لمنين؟ طالما صار بوزيتيف بتتحرك منه من الجلاس رود، الكترونز ار موفينج فروم ذا جلاس تو ذا سلك، ده اللي غلط. طيب بيقول الكترونز ار موفينج فروم ذا جلاس تو ذا سلك، ده صح، لكن الكترونز ار موفينج فروم ذا سلك تو ذا جلاس كان كده يبقى سالب، هو قال لي موجب، يبقى معاك الالكترونات بتتحرك منه مش ليه. Two pointed charges Q1 and Q2 have opposite sign and equal magnitude. يبقى Q1 و Q2 الاثنين نفس القيمة. Where can the net electric field be exactly zero? عندنا Q1 مثلا positive، يبقى خطوط الالكتريك فيلد تخرج منه. Q2 مثلا نيجاتيف او العكس نفس الشيء، يبقى ده داخل عليه وده داخل عليه. طيب هنا مش ممكن يكون صفر، يستحيل، لان يتجمع الاي يتجمع، فلا يستحيل يكون صفر. طب هنا وهنا الالكتريك فيلد داخل كده، فلو جيت اي نقطه هنا هلاقي داخل كده. طب وكيو 2 هيكون عندها خطوط الالكتريك فيلد طالعه من هنا وده داخل كده، صحيح هنا عكس بعض، ولكن المسافة من Q1 للحتة دي مثلا R1 ومن Q2 للمكان ده R2. طبعا احنا عارفين ان الـ E بتساوي K في Q على R تربيع. احنا قلنا جوه مش ممكن يكون ابدا صفر، النقطة الوحيدة اللي كان ممكن يبقى صفر في النص عشان R متساوية والـ Q متساوي، الكلام ده لو كانت الشحنتين زي بعض نفس الساين، لكن طالما الاثنين عكس بعض في الساين يبقى هيتجمع، يبقى احنا بنتكلم هنا او هنا. طب هنا او هنا كيو متساوي والار مش يستحيل يكون متساوي، يستحيل يطلع اي هما صحيح عكس بعض هنا وهنا، ان كيو واحد طلع كده والكيو اتنين يدخل عليه، بس يستحيل نجد ارز مختلفة هنا وهنا، وبالتالي مش ممكن، لا يمكن ان تكون اي واحد تساوي اي اتنين خارج الخط الفاصل بينهما.
طب احنا ليه كنا عايزين نجد اي واحد يساوي اتنين عشان يساوي صفر؟ ليه؟ لعدم تساوي الار. الكيو متساوي الار مش متساوي، يبقى واحد اكبر من واحد، بيستحيل نحصل صفر هنا او هنا، بيستحيل نحصل صفر هنا انا هيتجمع. فاي ريجن مش هينفع، there is no such point. Two pointed charges Q1 and Q2 have opposite sign and equal magnitude. يبقى Q1 و Q2 الاثنين نفس القيمة. Where can the net electric field be exactly zero? عندنا Q1 مثلا positive، يبقى خطوط الإلكتريك فيلد تخرج منه. Q2 مثلا نيجاتيف أو العكس نفس الشيء، يبقى ده داخل عليه وده داخل عليه. طيب هنا مش ممكن يكون صفر، يستحيل، لأن يتجمع الـ E يتجمع، فلا يستحيل يكون صفر. طب هنا وهنا خد الإلكتريك فيلد داخل كده، فلو جيت أي نقطة هنا هلاقي داخل كده. طب و كيو 2 هيكون عندها خطوط الإلكتريك فيلد طالعة من هنا وده داخل كده، صحيح هنا عكس بعض، ولكن المسافة من كيو 1 للحتة دي مثلا ار 1 ومن كيو 2 للمكان ده ار 2. طبعا احنا عارفين ان الاي بتساوي كي في كيو على ار تربيع. احنا قلنا جوه مش ممكن يكون ابدا صفر، النقطة الوحيدة اللي كان ممكن يبقى صفر في النص عشان الار متساوية والكيو متساوي، الكلام ده لو كانت الشحنتين زي بعض نفس الساين، لكن طالما الاتنين عكس بعض في الساين يبقى هيتجمع، يبقى احنا بنتكلم هنا او هنا. طب هنا او هنا كيو متساوي والار مش يستحيل يكون متساوي، يستحيل يطلع اي هما صحيح عكس بعض هنا وهنا، ان كيو واحد طلع كده والكيو اتنين يدخل عليه. بس يستحيل نجد ارز مختلفة هنا وهنا، وبالتالي مش ممكن، لا يمكن ان تكون اي واحد تساوي اي اتنين خارج الخط الفاصل بينهما. طب احنا ليه كنا عايزين نجد اي واحد يساوي اتنين عشان يساوي صفر؟ ليه؟ لعدم تساوي الار. الكيو متساوي الار مش متساوي، يبقى واحد اكبر من واحد، يستحيل نحصل صفر هنا او هنا، يستحيل نحصل صفر هنا انا هيتجمع. فاي ريجن مش هينفع، there is no such point. A uniformly charged disk of radius r1 اللي هو بره ده has a circular hole of radius r2. R2 أقل من R1 as its center as shown. Will at which point along its symmetry axis is the magnitude of the electric field the smallest. كل ما امشي كده خد electric field، يعني electric field يكون أضعف، يبقى كل ما ال X تزيد ال E يقل، يعني ال E B أكبر من ال E C. بتكلم على magnitudes لأن ممكن يكون الشحنة سالبة. طيب بالنسبة لل EA، ال EA جوه تساوي صفر، ليه؟ الإلكتريك فيلد جوه كلها تتقاطع. لو احنا عندنا حاجة بالمنظر ده وفرض إن الشحنات كانت موجبة أو سالبة مش تفرق، فنقطة إيه أهي؟ لو خدنا أي imaginary سيرفيس جوه يحيط بنقطة A وليكن مثلا سطح كرة، مش هيبقى جواه شحنة، وبالتالي الـ E A تساوي صفر سواء موجبة أو سالبة. سبب تاني، لو كانت الشحنات موجبة هقول كده موجبة هتطلع E، كلها بتتقاطع فتكنسل بعضها لو ده موجب، لو كان ماينس يبقى كلها واخدة عليها خطوط إلكتريك فيلد وبالتالي كلها تكنسل بعضها، فالـ E A تساوي صفر في جميع الحالات سواء كان موجب او كان سالب. فالاي اي طبعا اقلهم كماجنتيود، بيقول ذا ماجنتيود ده مهم، يعني لو الشحنه سالبه كان ده هيكون اي سالب،
وده صفر، هيكون ده اكبر يعني ماثيماتيكالي، لكن هو بيتكلم على الماجنتيود، هنا صفر. واي مكان اخر عنده الكتريك فيلد لغايه ما لا نهايه بقى يبقى صفر، وبالتالي نقطه ايه هي اقل قيمه لانها صفر. 3 point charges with their electric field lines are shown in the figure. Which of the following statement is correct for the charges؟ بيتكلم أصغر وأكبر من صفر يعني positive و negative. نذكر إن الشحنة الموجبة يطلع منها خطوط electric field ممكن تدخل على السالب، لو جنبها شحنة سالبة تدخل عليه، دي الشحنة الموجبة. الشحنة السالبة يدخل عليها شحنات، يدخل عليها خطوط الكتريك فيلد، طالما هي شحنة سالبة خطوط الكتريك فيلد تدخل عليها، الموجب يطلع منه، يبقى خطوط الإي تخرج من الشحنة الموجبة وتدخل إلى الشحنة السالبة، كمان خطوط الإي لا تتقاطع. وكمان عدد خطوط الإي يدل على شدة المجال الكهربي، كل ما كترت يبقى الإي أكبر. مبدئيا كده Q1 بيخرج منها، فلازم أقول Q1 موجب، Q1 أقل من الصفر ده غلط، Q1 أقل من الصفر ده غلط، فده صح وده صح. بعدين Q2 بيدخل لها خطوط الكتريك فيلد فلازم يكون اقل من صفر، فده صح وده غلط، فكده خلاص ده صح. بس نتأكد ان Q3 اكبر من صفر، هي شحنة موجبة بيخرج منها، فالكلام صحيح، فيبقى اختيار C صحيح. There is a point charge Q at the center of any charged conducting spherical shell. The induced surface charge densities on the inner and outer surfaces of the shell are sigma 1 and sigma 2. بيقول يعني أنا لما حطيت شحنة هنا، دي كانت uncharged conducting spherical shell، لما حطيت شحنة راحت جايبة ليها شحنة عكسية minus Q، بقت هنا Q، ولو كانت هنا دي قيمتها minus، هيبقى ده plus وده minus. ده اسمه ال induced surface charge، اللي هو ده وده. طب جوه هنا السيجما اخبارها ايه؟ فنسمي مثلا نقول سيجما انر هتساوي كقيمة، بنتكلم على الماجنتيود، كيو على 4 باي ار انر تربيع، والسيجما اوتر هتساوي برضو كيو الشحنة نفسها بس على R أكبر، R أوتر تربيع، ده أكبر من ده، المقام هنا كبير، المقام هنا صغير، يبقى ده أكبر من ده، يبقى السيجما إنر أكبر من السيجما أوتر، والكلام هيبقى غلط لو ما حطيتش ماجنتيودز، لأن واحد موجب واحد سالب، نقول إن قيمة ده اللي جوه عشان تتسع على أريا صغيرة أكبر من قيمة اللي بره، فهو حاطط هنا ابسولوت، فنقول السيجما انر اللي هي واحد يعني اكبر من سيجما 2 الاخيره. طبعا ما يساووش بعض ابدا لان الاريات مختلفه، لا كده ولا كده، هنا غلط خالص لان واحده بلس واحده ماينس، هنا غلط لان الاريا اللي جوه اقل من اللي بره، السيجما 1 اصغر، لا سيجما 1 اكبر لان اريتها اقل، مع عندها نفس الشحنه اريتها اقل، فيديني سيجما 1 اكبر. Different combinations of infinite planes of identical surface charge density are given below. One plate, two plates, three plates. Well, in which case is it possible to have points of zero net electric field? لو كانوا infinite planes مش هتحصل صفر إلا إذا كان عددهم زوجي. فردي مش هينفع خالص، لأن هيطلع يا إما هيطلع كده أو يدخل على الإلكتريك. على البلين هيكون الالكتريك فيلد سالب هنا وهنا الالكتريك فيلد موجب، فاستحيل تحصل
لا الواحد ولا التلاتة، لكن شوفوا الاتنين كده، أي زوج مش اتنين، سواء اتنين أو أربعة، لو كان واحد بوزيتيف والتاني مثلا بوزيتيف أو نيجاتيف ونيجاتيف، هتلاقيه مطلع من هنا إلكتريك فيلد، قيمتهم ثابتة طبعا، إلكتريك فيلد بيساوي سيجما على 2 ابسلون نوت، وبالتالي متساوي لده ولده طالما انفينيت بليتس. هنا هتلاقي كل هنا ده صفر، ليه؟ ان ده يكنسل لو قيمتهم متساوي. كمان لو كان سالب وسالب هيدخلوا، فده داخل يمين وداخل يسار، فبرضه هيكنسلوا بعض. حتى لو كان موجب وسالب، الموجب طلع هنا وكده هتاخد الكتريك فيلد، والسالب عمل العكس. هنا اتجمع، بس كمان خلينا نميزهم بلون مختلف، ده طلع هنا وطلع هنا كمان، وده داخل عليهم هنا وداخل عليه هنا نفس الشيء. فلاحظ ان هنا اتجمع صحيح، بس هنا الاي بصفر وهنا الاي بصفر، يبقى معنى كده بس لو كانوا اتنين ولو كانوا اربعة تقدر تحصل نفس الكلام. ففين ممكن نحصل الكتريك فيلد بصفر؟ في البي اللي هو فيه عدد زوجي من الشيتس. A straight charged line of linear charge density lambda runs through the center of a sphere of radius r as shown. يبقى ادي اللاين اوف تشارج والكرة حواليه، الكرة نوت تشارجد، will the electric flux through the sphere is، يعني الكرة دي حصر جواها قد ايه تشارج. احنا عارفين ان الفلكس بيساوي ال Q enclosed المحصورة جوه سطح الكرة على الابسلون نوت، هتساوي ايه التشارج على اللاين ده، الدنس بتاعته لمدة، يبقى لمدة في الطول ده كله، يبقى لمدة الطول ده عبارة عن 2R اللي هو الديامتر على الابسلون نوت، او ممكن نقول 2 لمدا ار على ابسلون نوت عشان تبقى نفس الشكل اللي هنا. طبعا زيرو لا، 4 باي لمدا تير 2 لمدا ار على ابسلون نوت، ولمدا ار كان ينفع لمدا دي اللي هو الديامتر.